اليوم تجربتنا هذا حذاء عراقي وهذا حذاء صنع أجنبي، راح نعرف العراقيين شنو رأيهم بعد ما نغطي ونسوي هذا حذاء عراقي وهذا الحذاء أجنبي ونشوف ياهو الأفضل من عندهم. أخويا هذا ماركة أجنبية وهذا ماركة عراقية، أريدك تشوف ياهو الأفضل من عندهم، شوفهم وتبحثهم. أجنبية؟ طبعاً الماركة الأجنبية، وأتمنى يعني نصير عندنا بالعراق هيك شركة وتقدم هيك جودة حلوة. ماكو فرق. أفرقنا ما أفرق. شنو الأفضل؟ هذا أفضل؟ يعني الماركة الأجنبية أفضل من العراقية. بالنسبة لي يعني مبين هذا أفضل. وأنت شنو رأيك؟ يعني صراحة هذا يعني شغلة حلوة، بس أنا ما أعرف. بس أتمنى يعني هذا الشغل تشتغلونه. تقريباً نفس الشيء، بس الأفضل هذا. يعني ك متانة كلون مال شباب مبين ذخانة الجلد و يا الأفضل تحسه هذا جودته أفضل هذا أفضل إيه هذا الأجنبي أفضل تمام إيه وهذا العراقي العراقي شوية الجلد ماله يعني مو يعني تريد المتانة مثل هاي المتانة والله شو أقول لك هذا أحسن هذا أحسن هذا أحسن طبعا بالمناسبة إحنا بدلنا الكرتونة هذا العراقي وهذا الأجنبي طبعا بالمناسبة هذا صناعة عراقية وهذا صناعة أجنبية بالمناسبة هذا منتج عراقي وهذا منتج اجنبي انا اتشجع بصراحه انا اول شيء اتشجع المنتج الوطني فانت نحاز هذا المنتج ما نحاز ما نحاز احنا نريد الحقيقه فالناس المشاهدين راح يشوفون الحقيقه انه المنتج العراقي افضل من المنتج الاجنبي واثنيناتهم نفس السعر